يا أم، يا كل زوجة، يا كل بنت، دورك دورك مع نفسك وفي بيتك. مع نفسي أنا حالي إيه في اللي هسأل عنه؟ إحنا ما عندناش ترتيب فقهي أولويات، ما عندناش إيه أولوياتنا وإيه اللي معانا وإيه اللي واجباتنا وإيه اللي دورنا، ما فيش. إحنا ويا عيني الجيل يا حبيبي اللي طالع دلوقتي، ما هو الجيل ده وشاف إيه؟ شاف ميديا وتقول لك ياه، معقول معقول ما كانش عندكم انستا؟ معقول ما كانش في موبايلات؟ ما كانش في موبايلات، كان في الموبايل دوار او الرقمي والعمله في الشارع ده، يعني كده يعني. ده الموبايلات عندنا داخل سنه 2000، يعني انا اتذكر اول موبايل زوجي جابه كان سنه 2000، وكان جاي له بعدين دهوني كالعاده. المراه اللي بتستولى على كل حاجه. فطبعا يعني عايزه اقول ان في الاول وفي الاخر هو الجيل ده مظلوم. الجيل ده شاف ايه؟ ما شافش. خليك انت النموذج، ايه النموذج والموديل اللي نقدر نقول اه ده انا اولادي ياخدوه قدوه في الوضع الحالي؟ كلهم ايه؟ هيفات، افتحوا البتاع وشوفوا ايه المحتوى اللي بيقدموه. ما فيش محتوى، هاكس وضحك وتهريج، واحد لابس فوطه، واحده لابسه فانيلا، وواحد لابس ما مش لابس اصلا، يعني تيجي تعاركني مش عارفه في ايه، ومعاركه ايه رقص. لا حاجه، مصيبه. ايه ايه القيم؟ ايه النموذج اللي اقدر اقول ان ده نموذج يحتذى به؟ مفيش. فكتر خيرهم، كتر خيرهم. فعشان كده دورك يا ام، عشان معلش، عشان خاطر يا بنتي، عشان خاطر ويا بنات يا لسه مقبلين، حطي ده في دماغك، ابعدوا عن المشتتات. خلي شغل الميديا، الموبايل معاكي والسوشيال ده ساعه في النهار، ساعه يلا، وبقيه اليوم انت مقسمه الدنيا فيها ايه؟ مخك هيتلقى ايه؟ عيالك هيتلقوا ايه؟ والله ما هتلاقي وقت، وهتلاقي متعه حقيقيه في التعامل مع اولادك ما شفتهاش قبل كده. هما دول رقم واحد، لما اجي اكلمك فقه الاولويات هما دول رقم واحد عندك، عيالك. عيالك. لكن انت مفرطه في دور وملهيه، بتقول لك ما فيش وقت، ما انت ملهيه. انت ما لقيت، وبيني وبينك الحاجه شوف مش عارفه منزلين اكله جديده، شوف مش عارفه عاملين ايه، طب مش عارفه حاطين ايه، ولو قلت بقى على سوس يعني سوسايتي معين ولا مجتمع معين، بتبص تلاقي ليه توجهاته كل شويه، يعني في حاجه حصلت، مش عارفه في حاجه جديده، وهكذا. فمن فضلك ما تنسقيش للكلام ده، مالكيش دعوه بالقصص دي، ركزي في دورك. والتانيه مخدوعه، المخدوعه مش عايزه اقول اكمل بقيه الليسته، يعني اللي تاخد قيمه او تنتظر قيمه، القيم مهدومه من زمان، لا دي حرب محطوطه بالورقه والقلم ومرسومه وبخطه وبخطه زمنيه عشان يطلعونا بره قيمنا وبره ديننا وبره بيوتنا وبره الاسره الجميله اللي كانت المسلمين يتميزوا بيها، وحده وكذا، وتطلع يطلع ست سنين، ده طالع من كتاب القريه ولا كتاب المكان اللي هو فيه، طالع على المدرسه بيقرا ويكتب ويقرا قران. ليه؟ لانه كان عنده قران قبل كده. كل دي راحت، ما بقاش فيه الكلام ده، ولو فيه حاجه نادره. عشان كده بنفرح جدا لما نلاقي اولاد ونلاقي حاجات سنهم صغير، باولاد وبنات ما شاء الله، يتقنوا او يقراوا قراءه من القران، وام تسعى، وانا بحيي كل ام تعمل كده. طيب النقطه الثانيه اللي عايزه اتكلم فيها، ما تزعلوش مني بقى، كلمت النساء، خلي بالك من بيتك، ما تاخديش اي حد قدوه، ولا تسمعي ولا سيبك من كلام تضيع وقت، والله ركزي ركزي في حالك وركزي مع اولادك، هيطلعوا 10 10 بس.